بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عز الدين الرحالة في فيديو جديد إن شاء الله وشرح جديد. هذه المرة شرح عن كيف أضع أحمل غلاف اليوتيوب من الهاتف، يعني أستعمل الهاتف لتحميل غلاف اليوتيوب أو غلاف البانر. كيف أصمم غلاف البانر؟ هنا في هذا الفيديو الأخير لقد شرحت ووضحت كيف تصميم غلاف البانر بسهولة وعن طريق الهاتف. لم تشاهد هذا الفيديو فعليك أن تعود إليه لتقوم بتحميل غلاف أو تقوم بتصميم غلاف اليوتيوب لقناتك، لأن أول شيء ما يقع عليه عين المشاهد هو الصورة المصغرة والعنوان وصورة ملف، صورة الملف الشخصي، وكذلك المهم صورة غلاف البانر أو غلاف اليوتيوب. سأترك لكم إن شاء الله في صندوق الوصف الرابط لهذا الفيديو، ما عليك إلا أن تشاهده إلى الأخير، وإن شاء الله أتمنى أن ينال إعجابكم. لكي لا أطيل عليكم أحبابي الكرام، ندخل في التطبيق في هذا الشرح. هذا الشرح الذي قلت لكم أني يعني شرح جديد وفيديو جديد عن كيف أحمل الغلاف الذي صممته من قبل في قناة اليوتيوب عن طريق هذا الجهاز، يعني هذا الجهاز الهاتف. بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هيا ندخل وهيا تابعونا إلى آخر الفيديو. سندخل إلى قناة اليوتيوب عن طريق جوجل، وأبحث عن، أكتب يوتيوب سطح المكتب كما تلاحظون، يوتيوب سطح المكتب، وأقوم بالتسجيل، تسجيل دخول. ثواني قليلة وتظهر لنا هذه الصفحة، يعني صفحة وصورة. هنا صورة الملف الشخصي، سأضغط على صورة الملف الشخصي وأضغط على القناة، قناتك كما تلاحظون. ستظهر لنا هذه الصورة، ونذهب إلى تخصيص القناة، تخصيص القناة، نضغط عليها ويظهر لنا هذا التطبيق، تطبيق استوديو يوتيوب. هذا كما أشرت إليه من قبل أنه مهم جدا لقناة اليوتيوب، وسأضغط على متابعة إلى موقع استوديو إلكتروني. هذه الكتابة تحت تنزيل التطبيق، يعني تحت تنزيل التطبيق عندنا كتابة التي المكتوب عليها المتابعة إلى موقع استوديو إلكتروني. سأضغط عليها وسيدخلني مباشرة إلى صفحة يوتيوب، وكأني أتصفح الكمبيوتر. يعني هنا عندك مجموعة من التخصصات، ومنها التنسيق، العلامة التجارية، المعلومات الأساسية. نضغط على العلامة التجارية وتظهر لنا صورة الملف الشخصي وصورة إعلان البانر. صورة الملف الشخصي سهلة لتغييرها، يعني سهلة جدا، نضغط على تغيير أو إزالة. ومن استوديو الصور أختار الصورة التي أريد أن أحملها، نأخذ هذه الصورة وأعدل عليها هكذا، وأقوم هنا تحت، يعني أصغر الشاشة وأكبرها بأصابعي. هنا أقوم بوضع تم، الصورة تغيرت في لمحة. وسنذهب، موضوعنا هو صورة إعلان البانر أو إعلان صورة غلاف اليوتيوب، ونقوم بتحميله لأن لم يسبق لي أن حملت صورة البانر. سأذهب إلى تحميل، أضغط على تحميل، أضغط على استوديو، صور الاستوديو هنا، يعني جميع
ما تريده. سأختار مثل هذه الصورة، صورة التي قمنا بتعديلها مثلا. سأخذ هذه، أضغط على تم، إنها محملة كما تلاحظون. أريد أن أغيرها أو إزالتها، سأذهب نفس الشيء، أذهب إلى تخصيص القناة، أضغط على العلامة التجارية. العلامة التجارية عندي صورة الملف الشخصي، أريد إزالتها أو تغييرها، نضغط على هذه يعني تذهب إلى معنا إلى الصور. كذلك صورة إعلان البانر نفس الشيء، تغيير أو إزالة. أتمنى أن يكون الشرح واضح إن شاء الله، يعني شرح مبسط. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الشرح وهذا الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسانا بالاشتراك، ولا تنسانا بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله بحول الله. لا تنسونا بتعليقاتكم، جزاكم الله. أحبتي في الله، قد أتينا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسانا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. لا تنسونا بتعليقاتكم وتشجيعاتكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.